حاجز البنايات هو أكبر حواجز النظام في محافظة درعا، تمت السيطرة عليه أخيرا من قبل كتائب المجاهدين بعد حصاره المتواصل لـ 22 يوما جرت خلالها اشتباكات عنيفة في محيطه. وبعد استهدافه بالقذائف والمدفعية تمكنوا أخيرا من اقتحامه وتدمير أحد مبنييه بشكل كامل، ليفقد النظام أكبر مراكزه في المدينة. تحرير حاجز البنايات من قبل أبطال الجيش الحر وجبهة النصرة، وقمنا بتفجير هذا الحاجز بحيث أدخلنا عربة BMP وسيارة مفخخة، وبعون الله تعالى البناية الأولى وقعت والثانية على الطريق إن شاء الله، وبهمة المرابطين راح نوقعها حاليا. يتألف الحاجز من بنائين من 10 طوابق لكل منهما تطل على معظم أحياء وشوارع المدينة، ويتمركز فيها عدد كبير من قوات الأسد برشاشاتهم الثقيلة والقناصة. ويتصل هذا الحاجز من الجنوب بجمرك درعا القديم على الحدود الأردنية، والذي أصبح الآن مكشوفا أمام الثوار. نحن كنشطاء عانينا الكثير من هذا الحاجز، وأهالي مدينة درعا البلد عامة عانوا من هذا الحاجز بسبب ارتفاع هذه حاجز البنايات، لأنه يعتبر حاجز مرتفع جدا. كانوا القناصين يعتلوا الأسطح العالي، أسطح البناية العالية من فوق، ويستهدفوا كبير وصغير، ما كانوا يفروا حدا من أهالي درعا البلد. لله الحمد تم تحرير هذا الحاجز على يد أبطال الجيش الحر الذين لبوا نداء أهالي درعا البلد. والآن أبطال الجيش الحر رابطوا على حي المنشية، سيتم تحريرهم إن شاء الله في القريب العاجل، ومن بعدها سيتم الانتقال إلى مركز المدينة درعا المحطة. بسقوط هذا الحاجز تكون عقبة كبيرة قد أزيلت أمام الثوار في معركة تحرير المدينة. من مدينة درعا، أنس خليل، أورينت نيوز.